إذا هذا ما منه صدقوك في كتا استعراض. الاستعراض الآن حيكون في فنون التكسير وفنون الدفاع عن النفس. الكتا والدفاع عن النفس والتكسير مرحلة بمرحلة. إذا أمامنا صدقوك البطل العالمي أكيد التونسي غني على التعريف في اختصاص الكيوكي شينكاي، وهو صراحة الأب الروحي لهذه الرياضة اللي فعلا أدخل هذه الرياضة إلى تونس، وربما الآن بدأ الانتشار الفعلي لهذه الرياضة. هذه الكاتا احدى اهم الكاتيات في رياضه الكيوكوشينكاي واللي تمارس من قبل درجات عاليه. يعني هذه الكاتا صدقوك نرى دقة النداء، يعني نداء مميز طبعا، هذا دليل على حركات مدروسة وانضباط كبير في الحركات. ربما الكتا تتطلب حتى المشاهد يطلب انه يحب يركز ويتمتع بالمشاهدة، خاصة هذه الكتات تحتاج قلت لك يعني هي مجاميع طويلة جدا. هذه يعني هاي تصنف لدرجات الحزام الأسود الأربع دان والدان الخامس وما فوق، يعني الدرجات العليا في الدرجات العليا في رياضة الكتا. هذه انتهاء كتا صدقوك، وسنمر الى التكسير والدفاع. دائما نحن في النقل المباشر لفعاليات البطولة العربية لرياضة الكيوكي شينكاي كاراتيه اللي تحتضنها القاعة الأولمبية بسوسة. هذا أمامنا صدقوك في الاستعراض الثاني الخاص بالتكسير والدفاعات. دائما مع هذه الموسيقى المصاحبة الممتازة. الآن يمارس نوع من الكتات أيضا اللي تسمى التنشو، اللي تعتمد على القوة الجسدية كبيرة الجسدية وقوة التحمل والتنفس. طبعا هي طاقة داخلية بالضبط. هذا هي أحد الأمور اللي كنا نتكلم بها، أنه كيف يعني إخراج الطاقة الداخلية للإنسان واللي راح من خلالها راح وربما ما لاحظناه في الكيوكوشينكا هي طاقة داخلية يقع توظيفها بتركيز كبير وبدقة عالية في ربما انجاز ربما التكسير او الدفاعات. الان بعد هذا التكنيكات اللي تخص هذا الكاتا المتقدمه راح تبدا عمليه التحطيم اللي حتكون يعني يكون الانسان متهيئ لاستخدام الباور او الطاقه او القوه اللي عنده. هو ربما تهيئه القوه والطاقه للتكسير للمرحله ما بعدها. الآن سنمر إلى عملية إلى كاتا أخرى اللي هي المهيئة اللي هي السيانشن. حين أيضا هذه من الكاتيات المهمة جدا في رياضة الكيوكوشينكاي، يعني تحتاج إلى تركيز عالي جدا وإلى سرعة. Thank you.
الآن سيمر إلى عملية التكسير والأولى ناجحة. الآن العملية الثانية التكسير ناجحة كذلك العملية الثانية. وآليا بعد التركيز الكبير واستخراج كل الطاقة من الداخل طبعا ربما النجاح يكون سهل ربما. طبعا طبعا هذا رغم انه الجهد البير اللي يقوم به السيد صالح كتب ترتيب البطولة بس نرى انه متميز جدا جهد داخلي كبير. اذا شكرا النجاح الكبير للكوشنكاي التونسي وكتا صدقوك وتكسير كذلك ما تسمى بالبونكاي. إذن الآن بعد نهائي الفتيات أكيد سنمر إلى نهائي الذكور ونعود إلى أجواء المباريات. تحت وزن 70 كيلوغرام هذه إعادة أولا للتكسير ونجاح وعروض جميلة جدا في هذه النهائيات. وسنمر إلى نهائيات الذكور ونهائي عراقي عراقي. الآن تحت الوزن اللي تحت 70 أقل من 60 60 حسم كان الأول للعراق والثاني أيضا العراق والمرسى لتونس. الآن نهائي أقل من 70 كيلوغرام. الآن أقل من 70 كيلوغرام حيكون المنافسة بين الأول والثاني بين العراق وتونس. فعلاً وهذا هو النهائي اللي بنشاهده تو. نعم. أكيد. وهذا حيكون نزال مميز جداً يعني. بين رؤوف حاج منصور وإبراهيم جاسم الكاظم. إذاً سنعود إلى أجواء المنافسات والمباريات ونهائي أقل من 70 كيلوغرام. يقود كادر تحكيم هذا شان جمال حايك ممثل عن لبنان إضافة إلى بعض الحكام من تونس ومن العراق. إذاً هذا أمامنا إعادة لعملية التكسير اللي قام بها الصدق كوكا بعد هذه الاستعراضات. سنعود إلى أجواء المباريات والمنافسات ومباشرة سننطلق بوزن أقل من 70 كيلوغرام بين التونسي رؤوف حاج منصور وإبراهيم جاسم